إيجابية تعيد الروح والثقة للاعبين وتوقف نزيف النقاط ليخرج من دوامة الخسائر التي لحقت بالفريق في المباريات الأخيرة ليحقق انتصار هام أمام بنو قادس القادمين من تعادل مهم من أمام الاتحاد في مباراة أشغلت الشارع الرياضي في الأيام الماضية عن الحالة التي حضرت من حكم المباراة تركي الخضير والاحتجاج وحولوها لجاديسون دي سانتوس اللي لم كرة ما فيها خطأ ما فيها خطأ البرازيلي راح الله على جول او بجماهير فريق الراد. شوف هنا اللقطة اللي طالب من خلالها لاعبين الراد على وجود خطأ لكن لمها جاديسون وراح جاديسون بهذه المهارة راح وجاديسون وقع على الاول حتى الان هو يتأخر لحد الان هو يبحث لحد الان مع التسديدة فرحة الكبيرة ماركوس او عبد الله الشامخ حمد الحمد يرسل كرة والريان بلال فيما هدف القادسية الوحيد ماجد النجراني هذه